ستي كتلقمي بحالنا. ايوا قلت على ما تجيبوا الغطا كانوا داكشي فيا جوع شويه. تفضلوا تفضلوا مرحبا. ها الله يبارك فيك يا لاله، مرحبا بكم، مرحبا بينا تحنا عندكم في السلطانه. كم سميتو اتساع في الخاطر، وهذا اتساع في الخاطر في حقيقة خصو يكون عندنا كاملين. سيتكوم انا الدور ديالي سي لا قمر، امراه ارمله عندها ولد واحد وبغات تزوجو. هي من منطقه فاس، من مدينه فاس، من تنتمي الى عائله عريقه وكبيره وثريه، وغتمشي لمدينه اخرى باش تخطب لولدها واحد البنيه، واحد العائله هي مرموقه، وعندها واحد الجانب في الشخصيه ديالها انها شويه داك الشوف، وعزيز عليها تبان، عزيز عليها عندها الفشر كيف كنقولوا، عزيز عليها شويه كتبدا تبان عليهم. ومن بعد غادي نشوفوا احداث كثيره اللي غادي يبينوا لنا واحد الجوانب اخرى من الشخصيه ديالها اللي ما كانوش باينين نهائيا في الاول، غادي يكون فيهم مفاجاه من بعد. جميله جدا الاجواء، انا بالنسبه لي مهمه جدا في العمل ككل، دائما اقولها زعما. والاجواء الحمد لله مزيانه، عندنا لو تاكو تاك، كاينه واحد لارموني، كاين واحد الانسجام بيناتنا، ما كاينش داك الغيره، داك الخوف من الظل، شي مسائل بحال هكا اللي كيقدروا بعض المرات ياثروا على لا كاليتي ديال العمل، يعني جوده العمل الحمد لله ما كايناش. جميع الادوار تروق لي، سواء يكونوا ادوار لامراه راقيه او امراه مرقه، عندك كتاكل مرقه، ولا امراه زعما شعبيه، اي زعما اي دور كيف ما كان يروق لي. وبالعكس انا كيعجبني كاع الاختلاف في الادوار انها تكون مختلفه تماما عن بعضها، وخا هذه المساله نعاني منها بعض الشيء لان الاعمال ديالنا تقريبا ولا ما يطرح علي بشكل عام دائما كيكون متقارب. مثلا واحد الشخصيه درتها في واحد العمل وشدت مع الناس وعجبت الناس وكانت في واحد المستوى اللي كيتطلع عليه الناس، بعض المرات كنلقى نفس الشخصيه كتكتب في سيناريو اخر في عمل اخر، وهذا شويه يعني نقدر نقول الوم عليه في بعض الاحيان من يكتبون السيناريو، انه ما كيكونش واحد البحث يمكن معمق في شخصيات جديده ليا. لا هي في الحقيقه الا كانت مشابهه تماما لشخصيه اخرى اقول الملاحظه في وقتها، كنقول مثلا راه هذه الشخصيه راه فيت لعبتها، ولانني راني قريت السيناريو لقيت نفس الاشياء، ولانني ساكرر نفسي وهذا لا احبه ولا احبده في الاشتغال بشكل عام. وفي بعض الاحيان ملي كتكون نفس التجربه اللي كتكرر بعض، كاين بعض الملامح مثلا لشخصيه اخرى، هنا كيكون الاجتهاد ديال الممثل على نفسه على الشخصيه، وكنحاول انا ان ابدع في الشخصيه الجديده وان ابعد كل النقط التشابه اللي كتكون في شخصيات اخرى، ابعدها تماما وكنحاول نخلق شخصيه جديده لي. لا غزال سيدي هشام غزال، بالعكس كيعطيك مساحه للاشتغال، مساحه للارتجال في بعض الاحيان، حتى الارتجال خصوصا في الفكاهه شيء صعب جدا، يعني لما كنتيش فريمون عندك واحد الباك جراوند وعندك واحد يعني واحد الثقل ثقافي وتكويني، صعب جدا انك تكون في في في, في البلاطو ومن بعد بضع ثواني خصك تبدا اللقطه ديالك مثلا وخصك ترتجل، الا ما كانش عندك زعما لما كنتيش سيدي ومولاي كيف كنقولوا تقدر لا توفق في العمليه. وزيد هشام اللي مزيان فيه انه كيعطيك مساحه للاشتغال للابداع في الشخصيه، وتيبقى يراقب من بعيد ويقول مثلا نوقفوا هنا ولا نزيدوا شويه، لان في الفكاهه خاصه مهم جدا القياس، انك ما تفوتش لحد وما تكونش اقل منه، سينو تخسروا الرهان. هو
ظروف عاديه جدا. الاحتياطات والاحترازات راه حنا كنحترموها، كنحاولوا ما امكن يعني فوق اللي خصنا يكون التباعد وان التعقيم والمسائل زعما الناس تبارك الله ديال الانتاج راهم قايمين بالواجب ديالهم، وحنا كنحاولوا على قدر الامكان بيان سيغ وعلى قدر الفهمه ديالنا اننا كل واحد كيحافظ على نفسه بنفسه، ما غاديش يجي واحد اخر يقول له شنو خصو يدير. هادشي اللي كاين في الحقيقة. أنا لست جديرة بتقييم الأعمال المغربية، لأنني في قلب الاشتغال في الأعمال المغربية، ماشي من حقي أنا نقول رأيي كفنانة. الناس كيحاولوا يديروا اجتهادات، الناس دابا في هذه الأعوام الأخيرة واحد ثلاث سنوات الأخيرة ولينا كنشوفوا أن الأعمال بدات كتاخذ واحد الطابع أحسن، وكاين واحد الارتقاء شويه في الكتابه في اداره الفنانين في داكشي في الاعمال بشكل عام، في الفكره المسلسلات خاصه دراما ولينا كنشوفوا يعني دراما غدا نوعا ما في الاستحسان، والدليل على ذلك هو ان الناس ولاو تتفرجوا في العمل المغربي، والناس المغاربه على عكس ما ممكن ان الانسان يفكر فيه، المغاربه تيحبوا العمل المغربي ويبحثون عنه، غير هو بعض المرات ما كيكونش ولا تيكون قليل، دونك تتبقى داك الغصه اننا غنمشيو نتفرجوا في الدراما السوريه ولا في الدراما المصريه او في القنوات الاوروبيه الاخرى، بعكس اننا حنا تنقلبوا على العمل المغربي ونحث عليه ونحبه. اذا عندنا كل شيء دابا غير ما بغيناش نخدموا. نعم هذا عمل، هذه بادره طيبه وجميله جدا، وحنا كنا ننتظرها بفارغ الصبر نحن كفنانون، لاننا افكتيفمون كنا كنخدموا مره في العام قبل رمضان وفي بعض الاحيان بشكل سريع جدا، وما كتكونش تحضيرات فوقتها، وبعض المرات يعني تيبان شويه ان نشتغل في ظروف شويه صعبه. دابا الا كان الانتاج على طول السنه هذا ما نتمناه، لان هذه الخدمه ديالنا وما عندنا فين نمشيو عليها. كل ما كانوا الاعمال كل ما غيكون الاجتهاد اكثر، التنافسيه اكثر، الجديه اكثر، وسنعطي للمشاهد المغربي الشغوف والباحث عن العمل المغربي اللي كيشوف فيه هويته كيشوف فيه نفسه، غادي يلقى داكشي اللي تيبغى. وكل ما كان الوفره غتكون تنافسيه شريفه مزيان، وغادي عندنا تبارك الله المواضيع كثيره جدا للتطرق اليها، عندنا مواضيع اجتماعيه كثيره جدا، وكيف كنقول اولا واخيرا المشاهد المغربي متعطش لمشاهده العمل المغربي البحث، بعيدا عن التواركه، بعيدا عن المكسيكيين، بعيدا عن يمكن بيئات اخرى بعيده عنا. مع احترامي للجميع، الدراما السوريه راه وصلت لواحد المستوى عالي جدا، ونتمنى في يوم من الايام اننا نوصلوا لما وصلت اليه سوريا في الدراما ولما وصلت اليه مصر كذلك في الدراما. حتى الخليج يعني دابا ولينا نشوفوا الان الاعوام الاخيره حتى الخليج بداوا يعني دابا ولاو واحد الاستحسان كبير في الدراما ديالهم، ولاو تاهما تيشوفوا شي حويجات ويشتغلون على بعض الاشياء جميله جدا. اذا الناس ديال مجله سلطانه كنتمنى لكم الخير وكنتمنى لكم السلام والمحبه دائما، ونتمنى ان شاء الله ان سيتكم تسع في الخاطر ينال اعجابكم ويكون خصوصا يرقى الى مستوى تطلعاتكم والهلي حشمنا. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.